اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، واكيد بنتكلم عن حدث هام جدا جدا، وهو عرض كان بمبلغ كبير. البعض لم يكن يتوقع ان بالفعل على ارض الواقع هنشوف كريستيانو رونالدو موجود في الدوري السعودي وتحديدا في النصر السعودي. الانباء كلها كان بيتم تناولها من وقت كاس العالم، ولكن أكثر المتفائلين أكثر المصدقين في المفاجآت ممكن ما كانش كمان يتخيل أن العرض ده هيكون حقيقي وهيحصل على أرض الواقع. بنشوف مع حضراتكم على الهواء مباشرة صور وفيديوهات من امبارح ونقل الحدث ولحظة وصول كريستيانو رونالدو لمرسول بارك علشان يكون بيحتفل كل جمهور النصر السعودي، ومش بس جمهور النصر السعودي بل جمهور الدوري السعودي بشكل عام، ان هم يكونوا بيشوفوا كريستيانو رونالدو في جولات الدوري الطبيعية جدا. يعني الحدث الساعة والترند اللي بقاله تقريبا 24 ساعة متواصلة هو تقديم الدون كريستيانو رونالدو لاعبا في صفوف نادي النصر السعودي في صفقة مدوية. بنتكلم عن 200 مليون دولار لرونالدو في الموسم، وده الرقم الأعلى في تاريخ أي رياضي بشكل عام. يعني امبارح مراسم استقبال رونالدو كانت مميزة جدا وفيها بهجة، ومنظر المدرجات وكل حاجة كانت تفرح قد ايه الجماهير. طبعا عاشت ليلة سعيدة وهي شايفة واحد من أعظم نجوم كرة القدم في التاريخ بيوقع لناديها. دي لقطات من المؤتمر الصحفي لكريستيانو رونالدو واللي أكيد كان بيتكلم فيها، وقال تصريحات كتيرة. ممكن يكون أكتر حاجة كان حابب يوضحها إن هو كان في عروض جاية له سواء من أوروبا، البرتغال، أستراليا وأمريكا، وأكد ده. ولكن هو قال أنا أديت كلمتي للنصر السعودي. بمناسبة كان واضح كمان من أيام المونديال زي ما بقول لكم، ولو حد يفتكر معانا الكلام كان على إيه في ميركاتو الصيف، كان في انباء كتيره جدا مرتبطه ما بين الهلال السعودي وكريستيانو رونالدو. يعني دي مش اول مره يكون في نادي سعودي بيحاول التواصل مع كريستيانو رونالدو، ولكن ساعتها كان في مشاكل في القيد وازمات ماليه ممكن يكون بيمر بيها، ومشاكل يعني ليها علاقه بالقيد كان بيمر بيها نادي الهلال السعودي، فبالتالي ما قدرش ان يكون في اتمام للصفقه. وظهر نادي النصر السعودي بعرض جاد جدا جدا، قدر ان هو يكون بيقنع بيه النجم كريستيانو رونالدو علشان يكون موجود بالفعل، وممكن تكون اول المباريات اللي بيشارك فيها تكون يوم 25 يناير بالفعل مع فريق النصر السعودي، علشان تكون كل الجماهير العربية عايشة حلم كده. هو أشبه بحلم ان انت تكون بتشوف النجم كريستيانو رونالدو موجود في دوري عربي. خلينا برضو نقول لكم انه يعني قال ان قارة اسيا هي تحدي جديد، وان هو فخور بالانضمام للنصر السعودي، وقال اخدت قراري ومش مهتم بالحاجات اللي بتتقال ومستعد ان انا اكون بلعب من المباراة القادمة. ولكن هو طبعا لسه في وقت ان هو يكون بيتأقلم. كلام على انه كان موقوف، يعني ما كانش في تدريبات برضو كافية من بعد خروج المنتخب البرتغالي من كاس العالم. اكتر من حاجة ممكن تكون سبب بعيدا عن ان هو يكون بيشارك يعني مع النادي النصر لاسباب ضمن لوائح او لا، بس منطقي جدا ان هو يكون بياخد بعض الوقت علشان يكون بيتأقلم. لحظه دخوله للملعب وهو بيرتدي تيشيرت نادي النصر السعودي هي اللحظه التاريخيه بالنسبه لكل الجماهير التي تنتمي الى النصر السعودي، وهي دي اللحظه اللي كان الكل بينتظرها وكانت اشبه بحلم بالنسبه لكل الجماهير. حصل بالفعل، المدرجات ممتلئه، وزي ما اتقال كده بالظبط تذاكر تم بيعها على مدار الساعات اللي فاتت بشكل كبير جدا جدا. كل واحد عايز يكون بيحجز التذكره لمشاهده هذا الحدث التاريخي اللي كان منتظر بالنسبة للجميع. لحظة دخوله، لحظة تواجده على أرض الملعب، الاحتفالات الكبيرة، ابتسامته الحقيقية أنه هو مبسوط بتحدي جديد، وجود الأسرة كاملة لدعمه، التحدث بالعربية وأنه بيقول على نفسه العالمي. كل الحاجات دي طبعا كانت من أهم اللحظات التاريخية اللي دخلت فعلا نادي النصر السعودي إلى التاريخ على أرض الواقع. كل التوفيق أكيد بنتمناه في صفقة هتكون مكلفة جدا جدا، ولكن المردود بتاعها أكيد كبير جدا جدا. تحياته للجماهير طبعا زي ما حضراتكم على الشاشة بتتابعوا معانا. رونالدو كمان وقع على 7 كرات وتم توزيعهم بشكل عشوائي على الجماهير. كان في طفلة بقى محظوظة دي اللي يعني بكرة ممكن يكون في تحية جدا بتظهر ليها، و مشهد تاريخي. يعني بنتكلم كمان حضور الأسرة بالكامل وهو بإلقاء الكلمات بتاعته الخاصة للجماهير، وأكتر من حاجة الحقيقة ممكن نكون بنتكلم عليها عن قرب تخص
هذا الانتقال التاريخي بالنسبه لكريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي. لسه طبعا في حديث مطول عن تفاصيل اكتر ليها علاقه بالصفقه، المكاسب اللي ممكن تكون بتحصل لنادي النصر السعودي يعني بسبب انتقال تاريخي زي ده. ممكن ناس كتيره ما كانتش تتوقع ان حاجه زي دي تحصل، ولكن حصلت بالفعل على ارض الواقع. هل هو مشروع ناجح ولا لا؟ الله اعلم. هل احنا هنشوف تاثير كريستيانو رونالدو بيظهر في الفترات اللي جايه على الدوري السعودي؟ الانباء كلها بتؤكد انه مش ده اخر صفقه، او مش كريستيانو رونالدو هو هيكون اخر صفقه تبرمها الانديه السعوديه مع نجم كبير. الكلام كله رايح في السكه دي، اصبحت الانباء ومش بس الانباء يعني من الصحف العربيه، لا صحف في اسبانيا وصحف اوروبيه بقت بتتناول اسماء نجوم زي راموس وبوسكيتس ولوكا مودريتش. دي الاسامي اللي بيتم تداولها في التوقيت اللي حالي، ممكن يكون كريستيانو رونالدو كان مجرد البدايه، وبعد كده نبدا نشوف اسامي تانية بتنضم للدوري السعودي بالفعل. الدوري السعودي دوري قوي، وطول الوقت بنقول عليه ان هو من اهم الدوريات اللي موجوده في الوطن العربي وعلى مستوى المنطقه، لكن كمان الدوري السعودي بيظهر نجوم وبيظهر انديه كبيرة. بنتكلم على دوري أبطال آسيا اللي بيتواجد في دور 16 في كان ثلاث فرق سعودية، ودي يعني حاجة مميزة جدا. فبالتالي احنا بنتكلم على تاريخ كبير جدا ولقطات ستذكرها كتب التاريخ بوجود الأسرة كاملة وجورجينا طبعا، اللي كل الناس كانت بتقعد مستنية جورجينا تكون عاملة ازاي وهيكون شكلها عامل ازاي، بتحترم طبعا الطابع الحالي ان هي موجودة في بلد عربي. كل الحاجات دي احنا شايفينها، ولسه ممكن كمان نكون بنتكلم مع حضراتكم بشكل تفصيلي اكتر عن الحدث التاريخي. ولكن خلينا برضو نشوف رأيكم انتوا ايه؟